هذا الاعتصام هو اعتصام لرفع الصوت مجددا من قبل أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، ولكي يؤكدوا أنهم يريدون حقيقة تفجير المرفأ، لماذا مات ضحاياهم بهذه الطريقة، ومضى أكثر من سنتين على هذا التفجير الذي تحدث عنه كل العالم من دون أن يصدر القرار الظني ومن دون أن تكون هناك حقيقة رسمية توضح الملابسات التي أدت إلى هذا التفجير. الأهالي يريدون أن يعاود المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مهمته في هذا الملف لكي يتمكن من إصدار القرار الظني، ولكنه متوقف عن العمل بموجب طلبات الرد التي تم تقديمها ضده. لذا يريدون أن يتم تشكيل هيئة محكمة التمييز لتنظر بطلبات الرد، ويعود القاضي البيطار إلى مهمته. ولكن ماذا حصل في هذه الأثناء؟ تقدم وزير العدل هو أيضا قاض أنري خوري باقتراح لمجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض رديف لينظر بدعاوى الموقوفين في هذا الملف، وذلك من أجل البت بهذه القضية بشكل جانبي. وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر، لأن الموقوف الأبرز في هذا الملف هو مدير عام مرفأ بيروت في السابق، مدير عام الجمارك بدري ظاهر، وهو يعتبر قريب من العهد ومن التيار الوطني الحر. لذا لا يريد الأهالي إدخال هذه الزواريب السياسية بقضية تفجير المرفأ. ولكن القضية الآن البت بها هي لدى مجلس القضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى وافق على تعيين قاض رديف باعتبار أنه في دول أخرى تعتبر ديمقراطية ينظر أكثر من قاض في قضية كبرى كقضية تفجير المرفأ، ولكن يريد مجلس القضاء الأعلى أن يكون هذا القاضي الرديف قاضي حيادي بحيث لا تكون له أي انتماءات سياسية. القاضي الرديف الذي اقترحه وزير العدل القاضي سمرندا نصار اعتبره مجلس القضاء الأعلى قاضي غير حيادي، لذا يريد النظر بتعيين قاض آخر، وهو كان قد رفض تعيين سمرندا نصار للنظر في قضية الموقوفين. هذه هي قضية تفجير مرفأ بيروت التي تبقى مسلطة الأضواء تحتها، لأنها من دون حل أساسي لمسألة القرار الظني وإبراز الحقيقة الأولية في هذا التفجير. أشكرك جزيل الشكر من بيروت، مراسلة الغد كلودي أبي حنّة.